صورة حلوة مش الطبقة السكر، ممكن تبقى مثلا ب 20 25 في السماء. ايوه كتير طبعا. بس هو المفروض سكنك على الشغل. ايوه ماشي، ما هو حتى انت وعيلتك برضه على الشغل المفروض. دكتورة نهى بيتها دايرها في شقة، دكتورة أمان دايرها في شقة، دكتورة نجوى مراته في شقة. لا لا ده جوزها بنام. خلاص يا ايه، حط زيز فيلا فور الموعد اور امير نو فور موعد لوعد ان سكند موعد بات يو نو وي بي وي ليف سون يا اي نو بيكوز وات از ذس وي بي از لوكينج فور ا جوب اند ذن we will go just like Hassan when Hassan the one who lived before Amir came few months is to find to wait for the transfer and then he has the job. المهم يعني الأكل اللي قلت له ده كله، إن هو الشقة اللي هو ساكن فيها دي طلع الموضوع الشغل. أيوه هو المفروض مكان الشغل اللي بيوفر لك السكن، كل الأماكن كده مش المكان ده بس، كل الناس كده. عشان كده أنا كان مكتوب في عقدي إن السكن بتاعي اللي هو كان مكتوب ايه؟ لا ان هو مش شقة يعني لو انت متجوزة مش هينفع تجيب جوزة وعيال، فكل ده بقى بتحمل. أمير مثلا لما كان جاي تقريبا على سكن زينا كده، فقال لهم بقى إن هو هيجيب مراته وعياله. المفروض سكنك عليه ممكن يرفضوا، فأنت بتقول لهم أنا معايا عيلتي، أنا هاجي بعيلتي. بيدفع لك بقى حاجات بسيطة بس عمرك يمكن تكون Guapa, Miss Carol, mega love shout in. Thank you so much. This is my